مرحبا أصدقائي، هالمرة الرسم بالزاوية لازم تحفظون هالكودات. مثلا increment dx يرسم بالاتجاه الأسفل اليمين، مثلا عندنا increment dx decrement cx يرسم باتجاه أسفل يسار. هذا اللي تحفظون حتى نرسم شكل، هذا الشكل مطلوب من عندنا. الزاوية مالته الطول مالته 25 × 90 × 50. راح أول ما نبدي راح نرسم حسب النقطة المطلوبة من عندنا. هسا اول شيء نختار عدد النقاط، راح ابدي بال 25 هاي الزاويه مالتنا حتى نعرف شلون نرسمها. راح افعل كود الرسم موف اي هاي اي هاي موف اي هاي لل موف اي هاي 0 اتش وموف اي لو 13 اتش موف اي لو 13 اتش. زين بعد INT 10 H INT 10 H راح يفعل لنا الرسم. نجي موف اي هاي 0 سي اتش، هذا تفعيل شاشة الرسم موف. بعد بداية الرسم حسب اللي مطلوب من عندنا او حسب انت بكيفك وين ما تختار بداية الرسم، يعني افقيا وعموديا. إذا مطلوب منك تكتب النقاط المطلوبة، وإذا ما مطلوب منك تختار نقاط لازم تصير بنص الشاشة، يعني مو تطلع برا شاشة الرسم. فهنا أختار أن CX 150 والدي إكس راح أختارها 100. بعد موف أي لو راح أختار لون الرسم 38، أيضا راح يطلع وردي عندنا أي لون 38. نجي اللوب مالتنا اللوب 1، طبعا مو الالوان، تقدر مثلا تخلي حروف، تقدر تخلي حسب اللي يعجبك، مثلا تخلي نجمات، نجمه اللوب الثاني حط بيه نجمتين. فاللوب الاول INT 10 H حتى القبله يتنفذ. increment CX و increment DX راح يرسم للاسفل اسفل اليمين، راح يرسم اسفل اليمين انكريمنت سي اكس انكريمنت دي اكس. هذا لازم تحفظون. ديكريمنت البيلو راح ينقص لي من نقاط، يعني بالبدايه كتبناها البيلو 25 راح ينقص معناتها 25 نقطه، كل نقطه ينقصها يرسم لي خط، يرسم لي نقطه بالاتجاه اللي وجهته له. هذه هي الطريقه مالته. فجي ان زد ال 1 راح هنا بهالحاله يوقف لي ال 1 حتى لا يستمر. موف بيلو اخزن هالمره 90، ابدا ارسم 90 لليمين، يعني انكريمنت سي اكس اخزن 90 ووجهته اليمين. هسه راح انقص من البيلو حتى ال 90 وين يرحن، يوم انزحم باتجاه اليمين يصير على شكل خط. هو يرسم على شكل بوينتات يعني، بعد تركز وياه زين. هنا INT 10 اتش حتى يتنفذ هذا الكود مالتنا. ووقف لي اللوب الثاني جي ان زد جمب عن زيرو. بعد موف البيلو هالمرة راح ارسم الخط اللي يصعد لي فوق اللي هو مطلوب منه 50، مطلوب منه 50. راح اخلي اللوب الثالث اقول له اذا اريد ارسم لي فوق لازم اخلي ديكريمنت للدي اكس، لان انكريمنت سي دي اكس يرسم للاسفل، ديكريمنت دي اكس يرسم للاعلى. فهالمرة ديكريمنت البيلو حتى 50 نقطة وين يصيرن من الاسفل للاعلى تكملة مع الرسم مالتنا. يعني خلي ببالك الرسم، ومن تكتب الكود الرسم ايضا ينكتب وياك حتى نتابع وياه. زين اوقف لي اللوب الثالث جي ان زد. بعد عندنا الخط 90 لازم نكمله بيلو 90. ال الرابع راح هالمره باتجاه اليسار. الرابع ديكريمنت ذا سك انكريمنت سي اكس يرسم لليمين، ذا ديكريمنت سي اكس يرسم لليسار، يعني راح يرسم لليسار. وديكريمنت البيلو راح يرسم لنا، راح ينقصن من النقاط اللي ضفناهم بالبدايه بالريجستر بيلو، هالمره راح ينقصهن ولكن راح يرسم لنا خط باليسار بداله. INT 10H هنا راح يتنفذ الرسم مالتنا. جي ان زد وقف لي اللوب الرابع. توقف اللوب الرابع، بقى لنا خط مائل واحد راح نكتبه
باللوب الخامس، أول ما نكتب الطول مالته، طول الخط مالتنا 25، بي له 25. هسه الاتجاه احنا حافظينه، الاتجاه اللي اريد ارسم به اللوب الخامس سميته، يعني اسفل ليسار، اسفل ليسار نكرمنت دي اكس، نقص للدي اكس راح يرسم للاسفل، ديكرمنت السي اكس، نكرمنت دي اكس، ديكرمنت سي اكس راح يصير اسفل يسار، اسفل يسار راح يرسم لي خط مائل، ديكرمنت البيلو و اي ان تي 10 اتش جي ان زد. هنا بعد اوقف الرسم، راح ننفذ الرسم وشوفوا شلون راح يتنفذ. اتمنى استمتعتوا من درس مالتنا اليوم، وشكرا للمتابعة مالتكم.